تقريبا بشكل مكثف مجموعات المشاركة بالمهرجان، مهرجان شهيدة برشم الأول للمرأة. هن جروب الغناء، جروب الرقص، الرقص الفلكلوري، وجروب الفلكلور أو اللي نحن بنقوله القديم أو التقليدي، وهن النساء كبيرات بالعمر بيغنوا أغاني فلكلورية قديمة من التراث. طبعا المهرجان هو الأول على مستوى شمال وشرق سوريا، هو يقام في حلب، وأساسا كان المهرجان الهدف هو إقامته في مقاطعة الشهباء أو في منطقة الشهباء، ولكن نتيجة استهداف الاحتلال التركي لمناطق مناطق الشهباء بشكل مكثف عن طريق القذائف والمدافع وعن طريق الطائرات المسيرة، فتم اقتراح نقل المهرجان إلى مدينة حلب. المهرجان هو الهدف منه هو إحياء، أو هو عبارة عن رسالة لإحياء الفن عن طريق كيفية المحاربة أو الكفاح في سبيل الوجود والحرية، لأن شعار المهرجان يقول الفن هو السبيل في الوصول إلى الحرية والوجود. فنحن عن طريق الفن حبينا نوصل الفكرة اللي نحن بدنا إياها كمرأة على الساحة السورية وعلى ساحة روجافا خاصة، إنه المرأة في المجتمع تستطيع أن تفعل كل شيء، يعني تستطيع إلى جانب عملها المنزلي أن تقود مهرجانات وأن تقوم بفعاليات وأن تبرز شخصيتها كريادية في المجتمع. المهرجان أعتقد بأنه سيترك بصمة في قلوب الجماهير، ولن يكون الأول ولن يكون الأخير، وسنعمل على إحياء من قدر الإمكان، إن لم يكن على مدار كل عام ولكن سيكون على مدار كل عامين. أعتقد أن موضوع المهرجان بحد ذاته هو ضخم، ولكن المهم هو الخطوة الأولى. قد يكون في هذه الخطوة بعض النواقص، بعض الأخطاء، ولكن من النواقص والأخطاء نتعلم في المرة القادمة. هناك فرق مشاركة من كوباني، من الطبقة، من رقة، من هرم الفرات، من الجزيرة قامشلو، من حلب، من الشهبة أهالي عفرين. هذول الفرق المشاركة راح ينقسموا على 3 أيام، يوم الأول، الثاني، الثالث، فكل يوم له برنامجه الخاص. الكفاح والنضال والتنظيم المستمر رغم العزلة والمحاولة اليائسة لزوال فكره العظيم، بل على العكس، حيث تحول مشروعه الذي بدأ منتصرا على المكون الكردي لكافة المكونات القومي والقوميات. جينا على منطقة حلب، منطقة الشيخ مقصود، حتى نشارك المهرجان الأول للشهيدة برشم. طبعا المهرجان هذا ضم من عدة مكونات، من الطبقة، الرقة، الجزيرة، المنبج، جميع المكونات، الشركس. جينا حتى نشارك في المهرجان هذا، أنه يقوم المهرجان هذا منطقة الشيخ مقصود، لأنها حلب منطقة الصمود والمقاومة. المهرجان هذا مشارك فيه بس المرأة، لأن المرأة أثبتت دور كبير بالوطن، يعني هي كانت لها معد من مقاومة، مشاركة بالفن، وأثبتت جدارتها كل الثياب. نحن في هذا اليوم نقوم في هذا المهرجان
جميع العالم، فليعلم العدو نحن لا نقف أمام العدو، فنحافظ على ثقافتنا وعلى عاداتنا وعلى حقنا وعلى لغتنا، ونحن من حق الشعب جميع الشعوب الكردية والشعوب المضطهدة أن نحافظ على ثقافتنا، وحتى آخر نقطة في جسدنا سنقف أمام العدو ونحارب من أجل الشهيدة برشم. عرض هذا المهرجان بحلب لكي نثبت للعالم نحن حلب أرض المقاومة، أرض الثقافة، أرض الحرية، أرض الجميع تضم جميع المكونات، فنحن شعب نطالب بالسلام، سلام على جميع إخوة الشعوب.